السلام عليكم عزيزتي أعزائي، ومرحبا بكم في فيديو جديد لقناتكم كوك مروكن. وصفة اليوم هي غلالة أو حساء الحلزون أو بوبوش، فهي وصفة شعبية مغربية مثالية في فصل الشتاء أو في الليالي أو في البرد، في الجو البارد. اليوم غادي نوريكم كيفاش ممكن تحضروها عندكم في الدار بطريقة مفصلة وسهلة. فاول حاجه كنديروها هي انه كنفزقوا غلاله كلها كتكون صايمه، الغلاله ديالنا كتكون صايمه يعني ساده القوقعة عليها، فاحنا كنفزقوها بالماء باش كتخرج من القوقعة ديالها، كتبدا تخرج. وانا دابا هنايا في هذا الفيديو استلمت واحد الغلاله اللي صايمه 3 شهور هي عندنا في الدار، يعني اكثر من 3 شهور وهي صايمه. فداكشي اللي كتشوفوها تعطلات ما خرجتش دغيا، وثانيا شوفكم متلاصقين مع بعضياتهم. فانا شنو درت، فزقتهم بالماء حتى رطابو، بديت نحيدهم تنعزل كل وحده على بعضها هكذا باش تخرج تلقى بسهوله. الا بغات من تبغي تخرج تخرج بسهوله، ما تبقاش اصلا بلوكيا بختها. فهاد الشيء اللي كندير كنبدا نحيد وحده، كنفرقهم وصافي، وكنبل نرجع نفزقها نبللها مزيان بالماء ونخليها تخرج. فهاد المرحله هادي ديال لو تري اولا ديال العزل هي مرحله ضروريه بزاف، خاصكش تغطيها، لانه خاصك تتاكدي 100% بان كاع جميع الحلزون اللي غتستعملي في الحساء ديالك خاصو يكون حي، ما دوز لك حتى بوشه وحده ميته. الا دازت لك غير وحده ميته كتلقى واحد المذاق مزعج بزاف في الحساء، ما تيخرجلكش زوين، ما يخرجلكش بحال هادوك ديال الباع المتجولين، لانهم هما بنفسهم يعني شحال مره كنسولهم تيقول لك لا ضروري، الا دازنا غير بوشه وحده ميته صافي مشى لينا البلول، مشات لينا. فتيتاكدوا 100% بلي كاع الغلاله حيه، خاص تدوز لهم حتى غلاله ميته. وكذلك بالنسبه لك انت فحرصي على انه ما تدوز لك حتى غلاله ميته، قلبيهم وحده بوحده هكا فزقيها وعزلي فقط هذوك اللي كيخرجوا. هانتوما كيف ما كتشوفوا فما كتخرجي شي وحده، كندوزها للجهه الثانيه. هنا هادو اللي بقاو ما خرجوش، فشنو كندير؟ كنجي كناخذ واحد الكوردون كنبدا نحل عليهم داك الغشاء كنحلو، وثانيا غير كنقيسهم بالكوردون، غير كنقيسهم باش نشوفهم واش باقا حيه. فغير ما تمشيش نتكها شي تكه، غير كنقيسها ها هي دخلات معناتها باقا حيه، حتى هي كنستعملها. انا نكرر العمليه باش تشوفي. فكنحيدو الغشاء اللي تكون على باب القوقعه، غير كيتحيد. دابا غير غنقيسها، ما غاديش نتكها شي هذا، غير كنقيسها فهي كتدخل صافي، دي خدها حيه فحتى هي كناخدها كنستعملها. الان من كملت عمليه لو تري لقيت واحد الوقيله كانوا شي مكانوش 7 ديال الغلالات اللي كانوا ميتين، تبقي كله خرج كيف ما كتشوفوا. فهنا غنبدا عمليه الغسل. بالنسبه لغسل الحلزون فخاصك تغسلي 7 مرات ضروري باش تحل ليها، باش كتولي حلال. هادشي اللي كنقولوا هنا في المغرب، باش تحلل خاصك تغسل 7 المرات. وثانيه باش كتخلصي من داك لاباف ديالها او الخنونه ديالها، يعني كتغسل ما كتبقاش تقدك الخنونه ديالها، فكتغسل كتبداي تدوزيها. مثلا عندي هنا 2 بابويات، تعملي جوج سطوله وجوج بانيوات، وبقاي تغسلي في هذا البانيو وقلبي في البانيو الاخر، وعاودي كبي هذا وعاودي عمري بما نقي وغسلي وكرري العمليه 7 المرات حتى كتولي نقيقيه بحال هكا. دابا غنبداو عمليه الطبخ، فنخلي ماما هي اللي تشرح لكم، بما انها هي اللي طيبات غنخليها تشرح لكم طريقه طبخ حساء الحلزون. القياس لان غتفيض، وكنديروها على عافيه مهيله باش ما تفيضش لينا، لان الرغوه غتطلع خصنا نكونوا حداها بواحد شويه واحد الفتره صافي كتمشي ديك الرغوه، ما كتبقاش كتبقى كطيب على خاطرها على عافيه مهيله. دابا درنا الماء، دابا غنزيدوا العطر، نزيدوا التوابل والاعشاب. دابا حنا الماء تقريبا تمشي 4 كيلو ديال الغلاله، هنا ماشي 2 معالق عامرين زين الزعتر، 2 معالق ديال الكربية، 2 معالق هنايا شي معلقة عامرة ديال الزعترة،
حطي زوج معالق شي معلقه ما عمرش بزاف ديال النفع، هذا اختياري يعني اللي بغى يدير اللي بغى يديرو ما بغاش اللي يديروش، قال لي ما كيتحملش النفع. والعرق صوص انا درت غير شي شويه هنا، قلت كذلك ما كيتحملش عرق صوص ولكن هو صحي مزيان. والسودانيه حنا غنغسلو هادشي كامل وغنفيدو عليه الغمرو بالماء مزيان، شي الا كان شي حجر ولا هذا كيبقى في القاع وغادي نصفيو هنايا في الصفايه. غادي ندوزو لبابو هذه مرحله مهمه هي ديال الملحه، من كثر شي الملحه كنديروا الملحه كنقولوا بسم الله الله اكبر، هذه هي في الذبيحه ديال. دابا تنزيدوا واحد جوج حامضات ها هما، تنزيدوهم حتى هما مزيانين، ما كانش كان عندنا لورونج حتى هو وكنزدنا هادشي حتى هو وكنزدنا القشور ديالو حتى هو مزيان. المهم هنايا هي دابا العافيه مجهده، غادي نديروا العافيه نار عاليه، ملي تغلى ملي غتغلى غتخرج الرواه ديالها، خصنا نوقفوا حداها كنحطيو ديك الرواه ديالها في المغرفه وحنا كننزلوها وحنا كننزلوها بحال هكا كننزلوها. هي مسكينه هادي هذا هو الذبيحه ديالنا ما عندنا ما نديرو لها، لان تجربنا ديك الطريقه ديال انك كديريها في المغليان كترميها في المغليان كتمس في بلاصه، ولكن المشكل ديالها انك تدخل لداخل ملي كتجي تجبديها ما كتقدريش تجبديها كتدخل بزاف لداخل وكتصغر سبحان الله العظيم. اما بطريقه انك ديريها في الماء بارد كتخرج، هي كتخرج ملي كتجي تاكليها كتلقاها خارجه وكتلقاها تبارك الله عامره. هذه هي الذبيحه ديالنا ما عندنا ما نديرو لها. قلت اننا ملي كتغلى ديك الرغوه ديالها خصنا نبقاو مقابلينها واحد شويه كتمشي ديك الرغوه وكنمهلو العافيه، وكيخصك تعطيها واحد الساعه ولا ساعتين ديال الطياب ترطب على خاطر كل ببوش النوعيه ديال الطياب ديالو حسب. خصنا نقصو العافية دابا، لأن إلا منقصناهاش غتفيض، هي كتدير الهوا ديالها، خصنا نقصو العافية، العافية دابا تطيب على خاطر. فهنايا هي الغلاله ديالنا طابت، فملي كدوز ساعه ونص هكاك تقريبا خاصك تزيد تدوقي، كدوق كتهزليه كتهزي بحيده هكا بمعلقه او مغرفه ودوقيها وغير كطيب صافي كطفي عليها وقدميها لعائلتك بالصحه والهنا. ونتمنى الى عجبكم الفيديو باش انكم تشتركوا معايا في القناه وديروا لي لايك وتخليوا دي كومونتير، وشكرا على تتبعكم وبسلامه بالصحه. بليتي عاودي عاودي